مسرح في الهواء يرحب بكم، ونحن سعيدين جدا اننا نكون في خشم القرب الليله، وعندنا مواضيع حنطرحها. قناة الشروق مسرح في الهواء، واي زول عنده رغبه يشارك طوال يشارك معانا. فموضوعنا الليله ونحن اخواننا الليله بنرحب بضيف الحلقه الاستاذ ابراهيم ضو البيت. ابراهيم ضو البيت، اصبر يا اخلاص. ما بصبر يا ابراهيم. اصبر يا اصبر. ما بصبر يا اخلاص. انا هعمل شنو انا؟ انا ضربت اليوم هسي بيجي. علي الله لي الله لي. هاي. بيجي شنو بيجي؟ هاي. هاي ابراهيم. شوف لي عربية. العربية جاية. خلاص انا داير لي دوب علي الله لي الله لي. يا اخي دفع. يا سلام عليكم. عليكم السلام. كيف اخبارك؟ كيف الحال؟ الله يبارك الحمد فيك. الحمد لله. الله يسلمك. مرحبا. هاي ضرب لي الزول ده. هاي كويس. ايوه المشوار جاهزين، ما في اي مشكله. اها شفت كيف؟ ايوه. لكن بس انا دار اقول لك حاجات يا عم. اتفضل قول لي. انا مشواري ده بصراحه كده. هاي مشواري ده. ايوه 260. يلا يلا يلا. وصلك المستشفى. عندك مشكله ليه يا اخي؟ طياره هو ما تاكسي يا اخي. لا ما 260 احنا نظامنا كده يا عمنا. 260 ليه يا هناي؟ ما تغطي معايا يا اخي. ما بتغطي معايا يا اخي. ما في زمن يا اخي. عين عين عين. ما خلاص اقول لك حاجه. عين زمن يا عين زمن. اسمعني شوف هنا يا اخي، زوجتي قالت لك بتتوجع حتي دي ماشى الولاده. يا اخي انا ما كويس ما بوصلك. ما بيناتنا كويس. لكن 260 يا ابو الشباب يا اخي. يا اخي بنزينها كم؟ كويس؟ الاسبير بياكل معي. انا بغير لها زيت. كويس غير كده انا بشغل لك ام بي 3. شفت كيف؟ هاي الام بي 3 ده حسب طلبك انت. يا اخي انا ام بي 3 كفايه علي. الام بي 3 بتاع الله ده. لا ما بوديك انا. بعدين داير اقول لك حاجه اسمعني. يا اخي انت داير مستشفى كويس ولا ساي؟ انا ما طبعا داير مستشفى كويس. انا بوديك مستشفى شفت فيه اخصائي كويس، معك فيه الرعايه للطفل ده لما يطلع في حضانه كده يعني. بس وديني. يا ود الناس راعي اللي ظرفي الانسان ده يا عم. انا 260 كويس يعني. انت عشان لقيتني في ورطه يا اخي اقول لك حاجه يا اخوانا. ما ممكن كل واحد تستغله كم حاجه يا اخي. انا ما انا كلها عندي 60 جنيه. كلها عندي 60 جنيه. انا اقول لك حاجه يا اخي. 250 عشانك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وانا قصرت معه الزول ده انا؟ قصرت معه يا اخي. 260 ماله يعني؟ يا اخوانا انا ما عندي بنزين كويس؟ يا اخي ما عندي انا مالك. انت ما مشوار يا اخوانا. الموضوع ده ما مشوار يعني. عليك الله. اسمع اسمع اسمع. قول في شيء يا اخي. انا بقول في شيء. انا ما رافض والله. مقدر الحاله. انا مقدر الحاله. يا اخي داير اقول لك شيء يا ابو شباب. الموضوع ده انا تاكل معي زبير كويس؟ بعدين داير اشحمها. داير حاجات. بعدين عربيه بكيفها ليه انا اعترفه يا اخي. 250 ده مشوار يا شيخ. انا بعدين دار اوديه مستشفى كويس. يا مستشفى انت ما عندك عرض يا اخي. سمعتني انت؟ انت كلامي. انا بوديه مستشفى كويس يا اخي. انت معايا جهجه. عرفت كيف؟ عنبر تمام واي حاجه. ابراهيم دار لي ده انا يا اخوانا. المره دي دار لي يا اخوانا. المره دي دار اقول لك حاجه. انا بطحنك يا دوشيل مري. فهمت كلامي؟ بطحنك يا شيخ. اسمع الكلام ده. اسمعني اسمعني يا شيخ. طبعا شنو؟ انا بقول لك حاجه. شيل المرة شيل المرة. تعيبها المرة. انا بشيلها لكن تعيبها يا اخي. يا اخي انت ما تتم عليها. انت ما تتم عليها. انت ما تتم عليها. تعيبها يا اخي. ما تتم عليها. ما تتم عليها. انا داير 250. انا 250 يا دولة. اسمعني انا نظامي. انا داير 250 بس. لا 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 ما بتدفع. نظامي كده. لا 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 ما بتدفع. بعدين ما تتدخل انت يا اخي. ما بتدفع. ما تحس كده في اي حاجة. ما بتدفع يعني. يعني حاجة كده. شوف يا عم انا اقول لك حاجه. لا عاجبك كده يعني؟ عاجبك كده انه انا في حاله زي دي؟ 250 يا اخي. يا شيخ الله ما تسمعني. الله ما تسمعني. اسمعني يا شيخ. اسمعني يا شيخ. ما تقعد تعمل لي كده. شيله نظامي كده. انا ما بشيله يا اخي. علي الدم. شيله انت. ما توريني يا ابراهيم. ما توريني عندك قروش يعني ولا تعمل شيله؟ يا اخي 150 ليه؟ 250 نظامي كده. انا نظامي كده. 250 بس يا اخوانا. بنزين وحاجات. يا اخي انت هاز شنو يا عمي؟ دار اقول لك حاجه. انا دار اقول لك حاجه يا اخوانا. انتوا ايه الكلام فارغ؟ ما فيها بنزين يا اخي. المره الدكتور يا ودي عشان ما بودي ودي يا اخي. يا اخي
شو انا ضرب لك حاجه؟ ما ممكن يا اخي، ما ممكن يا اخي يا اخواننا، انا في غنى عن المشاكل يا اخواننا. انا مرتين تتوجع، مرتين تتوجع يا اخي، وقلت لك يا اخي ده ظرف انساني يا اخي، المفروض توديه علي. حتى يا اخي شوف اسمعني، ايوه سميت فيني ناس الحين ابراهيم اتصرف مع اسرع وديني. دار اقول لك حاجه، شوف معليش دقيقه يا اخي، معليش يا اخي وديني بدين انت بدين. لا يا اخي بدين، انا بتاع الطرمبه بكب لي بنزين بدين يا اخي، انا ما قاصين العربيه دي يا اخي. يا اخي شيل ال 60 دي يا اخي، دار اقول لك حاجه، اصبرني اسمعني كلامي، انت ما بتقدر تتفق مع ذاتك يا اخي. شيل ال 60 دي واسكب وببيع بنزين وبعداك الباقي الله 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 يتمه. يا بالله دار اقول لك حاجه، شوف اسمعني منو؟ اسمعني شوف دار اقول لك حاجه، خلوه دار اقول لك حاجه. شوف يلا لينوب علينا، ووب 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 يا اخي، ما ممكن. انا دار اقول لك حاجه يا اخي، ما ممكن يا اخي، مشوارك ده يا اخي. الشافع ده يكون احسن منك، شوف دار اديك الشافع ده يكون احسن منك يا اخي، احسن مني في شنو يا زول يا اخي؟ ما تغدر موقفي انا، انا حقك يا اخي. معلش موضوع بتاع جلاد يعني، موضوع جلاد بعدين انت فرجت في. دار اقول لك حاجه، انا مشوارك ما داير ذاتي، الفرج ما داير مشوارك يا مشى يا ابراهيم الحق يا اخي. تعال يا اخي الحق ابراهيم يا اخي، والله والله ما بودي هكا سيداري ده، والله ما بودي ابراهيم. انت قاعد تتفرج فيني يا ابراهيم، انا خلاص ولدت، لكن انا ابغى كارو، انا ابغى تاكسي مطرن يا ابراهيم. وب علي وب علي وب علي، يلا لي يا اخوانا، يلا لي وب علي انا. ها ابراهيم، اي الله يقصك، الله يقصك يا ابراهيم. معليش معليش، الله يقصك انت، معليش انا مغدر ظرفك، مغدر ظرفك، مغدر ظرفك. اتصرف يا ابراهيم، خلاص انا قاعد اموت. لا تموتي، وب علي، لا تموتي، كدتني وب علي انا. واي 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 وب علي، ده شنو ده؟ شو الله يقصك انت، يصرف ابراهيم، ده شنو ابراهيم جداد انا؟ الله يقصك، وب علي وب علي، دير لي ده انا يا ابراهيم. هاي يا ابراهيم تعال الحقني، الحقني انا. ده شنو ابراهيم؟ انا خلاص ولدت، ولدت ادونا عطرون يا اخوان، ادونا عطرون. وب علي وب علي وب علي، جايك جايك جايك. يلا يا اخي انت صبرتي، صبرتي 9 شهور و9 يوم، 9 شهور و9 يوم ما قادره تصبر اللحظات دي. ها ابراهيم زح من قدامه الشيء، زح من قدامه الشيء. شوف لي عربيه، شوف لي حاجه ماي. مستشفى وديها المستشفى، هاي دايرين المستشفى الكبير، كسل هناك ودينا خشب القربة. لا لا كسل 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 يا علي، كسل هناك فيها خدمات طوالي جاهزة، ايوه مستشفى جاهز بس تمام. كسل هاي ايوه كسل. لكن ده هنا بدور له ترتيبات شوية. بقى دايرة ده ما دايرة ده ماشية كسلة، انا اموت في سكة ماشية كسلة، ماشية كسلة بس في حاجة امشي بيها. لا لا ما بلت هنا، والله انا حسب استطاعتي، انا معي كارو وصلك مجان سايل لاقي رجلها تعريفها. ان بقى انت خلاص طب بقيت على الولاده دب هاي ولدتها، ها ما بتتحمل الا لا لا بس مش انا اموت في الشارع. يا اخي اسمعني اسمعني، تعال انا وانت نغنيها انها تلت هنا. وانا انا مو بعدين يا ابراهيم اسمعني، الله يقصك انت اسمعني، المشوار طويل، المشوار لكسلة طويل، فانا بشوف انه كوني اي البلاغه في المركز الصحي ده بموت يا زول، بموت ان شاء الله، بس بموت ان شاء الله. كسره دي بعد 6 ساعات ولا ما عشان انت متضايقه، عشان انت متضايقه خلاص. هذا هنا ما في حدا بعد يا اخي، ما في حاجه. ها هنا ما في حاجه ابراهيم، عندك شغله حصل لها نزيف ولا حصل لها مضاعفات ولا حصلت لها اي حاجه؟ هناك بيلحقوها الا هنا ما في حاجه.
هلا كده الكارو دي ما ما ما, ما صعب علينا. انا الكارو صعبه والله تلت في الكارو دي وحيط الله. وعليه 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 ما, ما دقداق دقداق ودقداق وعندك كركاسه في اللستك يعني ده كله باسل على الجنين جوا البطن. والله 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 طبعا هناك انا والله كان عندي دريب والله. هاي شالوه جماعه كده كانوا دارين اكسجين ودارين ملح ودارين حاجات زي دي وقاموا شالوه والله. انا كان اسحب بديها والله. يا اخلاص يا اخلاص لا لا اصبري اصبري. انا كان عندي قروش كان وديتك بالتاكسي ده. ناس مرحب حبابك. انا سمعت الخبر جيتكم الحاصل شنو معكم يا اخي؟ ها وين جيت ساي لكن بيديك؟ انا لا برا قاعد الكارو قاعد الكارو قاعد هذه برا. ها خلاص احنا دايرين 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 نوديها المركز الصحي. دايرين المركز المركز هنا. هاي ما ماشي المركز. ليه ما ماشي المركز؟ ما ماشي المركز. المركز حينا منك انت ماشي كسلها لكن كسر المركز ده ماله؟ بس بريد بموت في كسر المركز ده ما فيه 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 ولاده فيه ولا حاجه. اموت بعد 6 ساعات اموت ولا اموت تلاقي بعد ساعه هنا في المركز ده ما ماشي كسر بالكارو؟ لا لا والله هو بيني وبينك هو بيني وبينك اخوي مركزكم ده خدماته ما متوفره شديد كده يعني. هي لكن كسر يعني حاجاته بسيطه يعني كان حصل لها اي نزيف حاد ولا كده ولا هنا ما معروف يعني ظروف هي دارت تبقى هناك في كسل عشان تلقى الخدمات يعني ما الخدمات الصحيه هناك متوفره اكثر في كسل وده هنا ما متوفره شديد يعني. وكاروكو هنا خفيفه قال كارو جاهزه لكن الكارو دي ما متوصله. الكارو دي في نص الطريق بتلي دي اخر مره دي بعدين الكارو دي حاره ركبتك خلاص خلاص جبنا لنا عربيه ثانيه. لا عربيه ثانيه كيف انت ما تقنعها تلت هنا ما قلت لك يا اخي اسمعيني وانت ما بتودينا هنا ما قال جراح ما في الزول المتخصص بتاع الولاده ما في ولا اي دايما ما في الا في كسلة. والله والله بعدين كان حصلت لها مضاعفات ولا حصلت لها اي حاجه صحيه دايره عمليه مستعجله ولا عندها نزيف ولا اي حاجه ثانيه ولا الوضوع بقى صعب ولا كذي ما في طريقه الا كسلة. وينها؟ لكن اخواننا المسافه ما بعيده. المسافه تجي بالكارو 5 ساعات ولا 6 ساعات ولا 7 ويمكن تلت في الشارع ويمكن تلت في الشارع والدقداق. ها اخواننا اخواننا والله المفروض الخدمات دي كلها يوفروها هنا يا اخي في خشبه القربه دي يا اخي ما بتستاهل يا اخي. ما في قرى كثيره بقى يا اخي الناس كلها تجي هنا ليش نبعد هناك في كسلة يا اخي عشان المشاكل دي عشان المشاكل دي. اصبري اصبري انت صبرتي 9 شهور و9 يوم ما قادره تصبري حسي هي بلد 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 هناك ما بنت في المركز. لا خلها على كيفها. انت حتجيبها وين الكارو لكن؟ لا خلها عليك قلت لك الكارو قاعده لكن انا خايفه. جيب الكارو يا اخي جيب الكارو. بس مرقتك هذه من خشم القربه دي تلد ليكم. مرحب. والله بس تعال جاي. تعال جاي. عندنا اسم عندك عربيه؟ عندنا المره دي دار تلد. كويس؟ والزول ده قال لي يا اخي قال لي نوديها بالكارو لك سلا. ها انا والله ما بتنسي كارو باخذكم بدوك لك سلا. عندك شنو؟ عندك شنو؟ ها ما شاء الله 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 اكبر الله يبارك والله كتر خيرك وبارك الله فيك ما شاء الله كتر خيرك وبارك الله فيك لكن كتر خيرك ومقبوله منك لكن الكارو اسرع انا بشوف الكارو اسرع. شكرا كتر خيرك والله اسرع انا الكارو اسرع ها اسرع انا خلاص يبقى انا اقعد في الشكر ده لما اموت انا ما شكر ما شكر يا خلاص ما شكر بس احنا دايرين نتفق مع الراجل ده وانت لو اقتنعت لي انه تلدي هنا في المركز ده انا تكون وفرت علي قروش وتكون وفرت علي زمن ولادك يعني. في المركز ده كان اموت ما بلد يا ابراهيم. شوف لي عربيه ولا كارو ولا اي شيء يا ابراهيم خلينا نمشي من هنا يا ابراهيم. ولدت يا اخي ولدت انا يا اخوان وب علينا وب علينا وب علينا وب علينا لانه المشوار طويل وب علي يا اخوان المشوار طويل. ايوه وانت ما عندك استطاعه. ايوه اغنى قول له نوديك بالكارو. انا ما ناديتك انت مخصوص ولا. عشان قبل كده انت شلت كميه من الحالات. اي ولا أي. ولا اقول لك كلام يا هدى خليه الحمار خليه حيت يا ابي خلخل دروسك انت اللي فينا قبل شاي ما بيجي يا عوجا والله يا اخي اسمعيني اسمع شنو انا ها انت ما تلدي هنا وانا ما ولدت في التهيد ما بلدت هنا يا ابراهيم انا ما انا شكسله قلت لك وديني وركبت الكارو ده ما في داية او غابلة هنا والله لسه ولدت انت والله ما ولدت ابراهيم ابراهيم انا مت خلاص لا غابلة منو غابلة منو لا 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 بموت في الكارو ده ما بموت في المستشفى دي بس كلمتك انا يا ابراهيم هي مصرة مش كسلة هي لكن ما بعيد عليها ها بعيد عليها على الاقل هنا يمكن تخيلها يفهم حاجه لكن كده في الخلا ثاني كان مرينا مشكله قال لك يمكن هنا ثاني ممرض حتقعد تجري لي كده لما تقتلني زي عشا ركبني هنا عشا ما ماتت في المركز ما بمشي عشا منو انت ما عندك حقنك بني
ما عندك حقنة تبنج عشان الالم ده شويه كذا مو علي وين عاد الله يشالهم كلهم والله كان يدري والله كان يدري والله في كار حق تيدي لكن شالوه بعلي طيب اخواني انا مت شالوي يا اخواننا يا اخواننا هنا ما في بطري ما في جراح ما في ما في ما في اي ما في اي دكتور جراح 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 ها وين وي انت ما تدي في المركزه والله ما قدرت تقتلوني زي عشا قدرت تقتلوني قدرت تقتلوني عشا من الرحمن انا هذه عشا كل مره عشا عشا ما ماتت في المركز هنا يا اخي عليهم يا ما تم يا اخي وخلاص انت كمان بتقول لي يا اخي يا اخي النسوان دي كلها ما بدل هنا يا اخي الحبه ما جات ما هذه حاجه اضطراريه طيب انت ما تدينا لها مسكن من الالم ده يا اخي لحد ما نشوف لنا حل يا اخي انت ما تتكلم من بدري من الشهر الثامن ما تقول طوال تتكلم عشان يودوك ما يكون عندك مشكله انا من الشهر الثامن مكلمه شهر سابع انا اكلمك من السابع هاي يا اخي عشان تودعنا من المدري انت ما كان ده حصل يا اخي الله بتبالغ لكن انا اكلمك من الثامن انت مش من السابع لما تحصل كسل تحصل والله انت بتصيب لي كسل ما خليك قبل كده ساي بس وديني في الكار وده بس وديني في الكار وده يا ابراهيم اركب يا اركب والله الكار ده لسه معانا دكتور ها؟ وين لسه معانا دكتور يمكن تحصل لها حاجه في السكه يا اخي طيب وقت في دكتور انا مخليها راكبه في الكار وشنو؟ ما ماما ما مقتنعه قالت عشا عشا توفت عشان كده بتتخيل انه هي مره ثانيه هنا عشا براها عشا براها ما انت ما بتفهم النسوان دي ما حاجه نفسيه اها يعني انت في رايك تلد وين يعني؟ تلد وين في رايك؟ احنا مضطرين، قالت تلد قبلها ازاي؟ تلد قبلها في 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 قالت لك ما في دايه ولا في غابله ولا في دكتور يا اخي. لا ما قدرت توصلني وصلني ما قدرت توصلني يا اخي خليني يا اخي في محل بتاع ولاده يا اخي محل بتاع ولاده وين؟ اروح وريني له وراح المركز اروح وريني له لا لا في المستشفى هنا قلت لك اروح وريني له لا لا في المستشفى في اروح وريني له في 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 المستشفى اه يعني في لكن يعني الخدمات ما متوسعه شديد كده زي كسله طبعا يعني طيب لكن خلاص عشان كده يودينا كسله خلي المره دي تتكلت هناك انا والله انا ما عندي مانع انا ما عندي مانع اوديك هناك ما عندي مانع لكن انا خايفه في السكه تحصل لها حاجه خلاص وين خلاص تطير خلاص عيني وديني من هنا يا ها ما لقينا حاجه وقال لي خايف في السكه في سكه تحصل لك حاجه ولا حاجه والدق ده كتير وبعدين لساتكم في كرقاسه بس وديني لساتكم في كرقاسه كرقاسه بموت في الكرقاسه دي ما بموت في كسله ما بموت فيه الحمار ده ما بيمشي اخي الحمار ده ما قاعد يمشي بيمش من الكلام ما بيمشي بيمش والله مرقه انت قاعد تسوي شنو لزو 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 بس ركبوني هاي والله الحمار ده والله بس مرت عليه وعليه 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 قلت لك ده في كرقاسه مرت تنقذ كذا طاخت لك يا ما بتحصلي يا اخواننا ما في زول عنده برينزا شوف لك عربيه ما في زول عنده بوكس قال قال لهم صرا شوف لك عربيه وين البوكس وين ها البوكس وين يا اخوان بنت الناس ما تتوكل تلدي قبل ساعه تعال يا علي تعال تعال انجدني الله ينجدك الله ينجدك اها 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 عندك بوكسي اها بكم ما بنختلف ما بتختلف ما تقول لي بس عشان انا متضايق حرام عليكم يا اخواني يا اخي عليك الله دقيقه يا اخي 100000 100000 ليه يا اخي انا سايق لي طياره انا 60 انت 60 واي عندك 60 60 عندي 60 ما دفعت ال 100 والله خلاص وضحتك الله وضحتك الله وضحتك الله شكرا لك شكرا لك صبري صبري خلاص قربنا شكرا لك مرحب مرحب حبابك ابوي حبابك ابوي حبابك ابوي الحمد لله بوصل لك هذا اها ايوه بعلي حق البنزين اها هذا بتاع الحركه اها بتاع المرور كان بدي لك تدفعوا له في اجبايات كمان انت ما مرخص مرخص لكن ما يقول لها شهر ركاب ها يقول لها شهر ركاب احنا النفرين ده الركاب كيف كان نمر واحد الا سواق يقول لك راكب انت حاسب في بطوله ده ولا شنو؟ انا ما حاسب يا شيخ ها حاسب انه ديك وينهم؟ الناس الحركه بس يا هاي 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 لا بس ادفعوا بس ادفعوا انا ما عندي مشكله يا زول اقول لك حاجه احسن لي الكارو الكارو ما بتوصل لك انت لكن تعال تعال الكارو احسن مش؟ يا اخي دي قالوا لك فيها علي هاي يا اخي معقول لا توكل انت قبل ساي ما في دكتوريا تعالي مرحبا مرحبا ابوي مرحبا ايوه هاي احنا كلنا ناس ثانيين ايوه اقرب بيت هنا هاي ودي المره خليها ضوضاء هاي الموضوع انتهى في دايه في ها دايه دايه كيف دايه كيف دايه عديل كده خلاها دايه بحبل حبل منو حبل منو امشي حبل منو امشي بدي غزلة ابو علي ابو علي ابو علي يا اخواننا في زول عنده دريب طيب
دريب يا اخواننا دريب 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 ولا حقنا مسكن يا اخواننا ولا بنادول ادوني حاجه انقذونا بس ها طب انت عندك شنو تعال ابوي موتر والله التيار ها اركب هاي الموتر ها اركب هاي الموتر اركب ركب لك الموتر والله بوصل لك 5 دقايق وانا اجيك ولاحقكم بشنو انت تعبير ما عندك عربيه والله الا كداري نجرك ها نجرك نربطك بحب نجرك انت كمان الاثنين نجركم هي انا ركبها وانت نجرك يعني انا اصل ميت وفي تلي كسله يا ها وانا بجيب شنطتي وبمشي ها السواق وينو كده نشوف الرخصه رخصه عامه هسي عليك الله في داعي للتلتله دي عليك الله في داعي للتلتله دي ها في داعي للتلتله دي في داعي للتلتله دي انا مش بين الناس ها انا مش بين الناس اشحت في عربات الناس والناس يا ابو لي عليك الله ما ظروف مع الناس يا اخي الظروف شنو الظروف يا اخي الظروف حسن يا ها هما ما قدروا مستشفى متخصص عشان الناس انا بوصل لك كسر وجيب المفتاح وامشي هناك تضع مرتك بالعافيه والسلام وجيب انا كمان دار اوليده هنا دي كمان ها هاي انا دار اوليده هنا ربنا يوضحها ويديك ربنا يديك ولد هاي هاي الله يبارك فيك دار اوليده هسه دي انا سوقه ها سوقه وانا سوقه جيب المفتاح يلا سوقه لا اوريك انا ظرفي تعال اوريك انا ظرفي ها قلت شنو ما عندك امكانيات تابع بنت الناس ليه هاي جزويه ليه وكنت ما عندك امكانيات الرزق على الله ما انا الرزق على الله لكن تتمكن بعد ذاك تزوج بنت الناس هاي تبتلت البيت الناس يا اخي انا بلين فيها بالقطاره يا اخي بالقطاره شنو لين فيها بالجبال يا اخي انت من وين كم بعدك زوجها من وين اللي فيها بالجبال من وين اللي فيها بالجبال اسرق انا ولا اختف ولا اعمل شنو ها لا معليش يا اخي صرفوا لنا يا امشي انت سلام دقه ملكه معليش خلاص اصبري اصبري في كارو ما تصلي بصل خلاص ودوري في الكارو 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 يا ضيف الله ضيف الله جيتك ها سويت شنو انت اللي عملت لي شنو ما انا كلمتك الزوله دي وريتك من اول يوم قلت لي عامل فيديو قلت لك انت تابع كويس جايني في النهايه تضرب لي تقول لها يا اخي الزوله خلاص ده تلت يا اخي المره بتتوجع كلامك ما ابيته انا هاي هسه نسوي شنو يعني ها نسوي شنو ما في طريقه غير الدايه نمشي الدايه طوالي انت ما مشيتها لحد الان يا اخي انا اقول لك المره بتتوجع يا اخي اسمعني يا اخي ما بالغت يا اخي نسوقها معانا نشيلها نوديها المركز الصحي في البدايه ها انا اوديها المركز يا اخي جيب لنا الدايه يا اخي المره قلت لك بتتوجع ما قادر تقوم من السرير يا اخي مشكله ما في انا ما قلت لك اجيبها لك لكن انت يا اخي جايني لما هي تتوجع قلت لك اول نمشي نفحص معاه ما مشيت معي نوديه المستشفى يا اخوان عشان يتابعوها مره حامل يا اخي دار متابعه يا اخي ما شديده يا اخي افحص ليش ما قلنا حاجه يا اخي في حاجات بتظهر الاسنان الحمل ده في حاجات تظهر لازم المره يا اخوان من اول يوم عرفت انها حامل توديها تتابع يا اخي في حاجات ما متابعه يا اخي وديها وين كده وريني وديها وين عليك الله وديها وين توديها المستشفى كويس المستشفى المستشفى الكبيره دي كسلة توديها اي ماله مين هنا امشي بمين حد كسل عشان كشف ما بيناتنا معلومه مهمه يا اخي شفت ممكن توديها هنا المركز الصحي في دايه قانونيه شنو لها المركز الصحي المركز الصحي ماله المركز الصحي تضحك كده في شنو
ما في داية هنا مدربة وكويسة وقارية هاي جاهزة يعني. وطيب دايتنا دي مالك؟ دايتنا اللي احنا بنجيبها دي ما زبونتنا يا اخوانا زبونتنا هي الدكان ما مسألة زبونتنا وما زبونتنا أه. زولتك دي لا قارية لا عارفة كويس ما عارفة اي حاجة يا اخي دي بس خبرة ساكت قد تجي تخش وتولد الكلام ده خطر يا اخوانا انا عموما مقتنع بها يا اخي يا ابراهيم اسمعني انا إبراهيم. انا في ابراهيم ما اسليها ابراهيم انا ما رفضت كلامك طيب لكن الزوله دي يا اخي ما مؤهله كفايه المره دي حتطلع ولد كويس كده حتطلع في شاف حيطلع من الموضوع ولد ولا حياته المهم ولد ولا بيدخله اللي بيجيبه كله ما خلاص غير. ما بيناتنا في اي وقت الزوله دي ممكن تحصل لها اي ولا عمليه لو بقت الداعي دي ما مدربه وزوجتك اللي قاعد تقول عليها خبره دي ابراهيم ما حتتورط ساكت يا اخي ما ولدت يمكن يا اخي ما المره دي ما ولدت يا اخواننا انت يا ضيف الله ما تجيبها لي جيبها لي بس انت مالك انا دي ما بجيبها لك يا اخي مرتي ولا مرتك يا اخي مرتك لكن ما بجيب لك الدال ما مدربه دي ثاني في شنو شفت دايما ما مدربه انا ما بجيبها لك انا اصلا وصلت لها زول لكن اتاخر بس انا وصلت لها زول لكن اتاخر افهمني الكلام ده لمصلحه يا زول ما تمش يا الهي يا ما تمش اه ده جات هذا حاجه سرق الشنطه يا جماعه هذا كلام شنو ده ها جبتها خلاص خدت الهنايه يا اخي ده شنو تجيب يا اخواننا الدايل في المركز الصحي ولا هذا يا خلوصه الدايلات يا خلوصه لما وقت الولاده فيش نرجع ولا ورا كده فيش ارجع كده شويه جيب الشنطه ها الشنطه هذه قاعده دي ذاتها انا عندي ثاني ثلاثه ولادات مرات شنو يا شيخه دي ذاتها ما شنطه بتاع الدايل ولا حاجه شنطه ذاتها جايبها من السوق ساكت المره تفضلي هذه جوا هنا جوا 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 يا اخوانا ابراهيم قاعد اقول لك يا اخي دي ما شنطه بتاع الدايه يا اخي انا متاكد والله دي ما شنطه الدايه يا اخي شنطه شنو شنطه مكياج ما اعرف والله جبتها من وين يا سره اها سره دار اقول لك احنا ذيل مش قاعدين نجيب كل ولاده كم جانا يا اما جنيات ذيل كلهم بيديني انا ولدوهم خلاص يلا خش لنا المره دي متضايقه يا اخوانا دقيقه ابراهيم يا اخي ده كلام شنو قاعد تعمل فوق ده يا اخي؟ بعدين ده شنو تجيبها انت يا اخي؟ ده شنو تجيبها؟ ما في داية في المركز الصحي مالك يا اخي؟ مالك داية في المركز الصحي مالك؟ ما بعيد ولا حاجة نمشي لها يا اخي بعيد يا اخي ما في الا بنجارتنا طوالي لكن دي ما مدربة يا اخي ولا قارية ولا عارفة الحاجة سريعة بسرعة بسرعة تولي لها مالك قال لك من يا اخي؟ انت الولادة دار لها قراية؟ دار لها قراية كيف ما دار قراية يا اخوانا؟ في داية قانونية مدربين الحكومة دي مدرباها وصرف عليها يعني قارية قانون؟ يا الهي يا مدربة مدربه يا اخي مدربين ناس وزاره الصحه وعامل لها اوي ان الله خلق الدنيا الناس مدربين ما قلنا قد لكن الناس ما دربوهم يا اخوانا لا ويدنا حبوباتنا ومهنا ديل ما ولدوا ساعه طوالي بالحمل وشي بالخبره و... والله وفي ناس بيولدوا نسوان بيولدوا طوالي الزمن ده كله مهنا ما جاتنا حاجه ربك لطف ساي يا اخوانا انتم ما تستهون الموضوع ونعم بالله لكن الزوله دي ما عارفه والله تورطكم ابراهيم انا قاعد اكلمك صحت مرتك وصحت الجيل الطالع ده والله زولت بتورطك شفتك كان حصل نزيف ولا حاجه زولتك دي ما عرفت تقطعها يا اخي كان جاي ادان سبيتال بس داير اقول لك حاجه كان جاي نزيف ولا ادان سبيتال داير اقول لك حاجه ها هاي الموضوع ده ما نجلي المره دي اطرده الله يطرده شنو والله كلام زول انا شايفه صح حشايفه صح لكن انا هسه ما في حاله مستعجل خلاص حسانه تعلم على كلام الشنطه دي ديني البصله المره دي غمرت اصبري بس عندنا كلام بيجي بس اديني البصله يا اخي هذه بصله بصله شنو الله ابراهيم اسمعني هذه يا اخي بصل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخوان هذا كلام شنو البصل شنو غمرت بفويقه بيها ايوه غمرت بفويقه بيها يا اخي عطاري يا اخي تعال اطرد المرضي انا كلام زول انا كلام زول بديت اقتنع به يا اخي انا قاعد ابراهيم اطرد المرضي عليك عاي لا عاي الشنطه شوف شنطتها ده شنو ده يا اخوانا بطاريه جوا شنطه ده مالك وماله يا اخي ما تهبي لا حياتها يا اخي حاجاتها شنو يا اخي حياتها اصله ما ممكن يا اخوان الكلام ده والله ما جاي ما تحرجني يا اخي والله انا شنو يا اخي زول دي ما عارف اي حاجه يا جماعه تورطوا المره ساكت يا اخي لا انت واثق من المره دي ابراهيم يا اخي اخذ الترسيني زي شافع تقول لهم شيء بدها يا اخي تيجي تقول لها اطرد يا اخي الكلام ده كذا معليش انا سامع صغير يا اخي ساكت لك ساي انا ولا قليل عن كلام الزول ده يا محمد يا اخي عن انا مرتي يا اخي انا ما اقدر اقدم لك خدمه يا اخي اسوي لك شنو يا والله يا اخي كتر خيرك وعلى راسي والله كان ما تزحلق والله امشي جيب لك واحده متدربه ولا متاهله اي يا اخي ما تجيب المتاهله انت مالك يا اخي انا عارف لك المتاهله دول تعرف تمشي المركز الصحي تمشي المركز الصحي تجيبها يا اخي يا اخي انت كمان يا اخي ما اضطرتشنا معاك يا اخي دار اقول لك شنو يا اخي دادي يا اخي ولدت الحله دي كلها يا اخي يا اخي ما ولدت الحله دي كلها يا اخي والله غلط الكلام يا اخي ولدت الحله دي كلها الزوله دي انا معترض عليها لان انا ما قاريه كويس لكن زيها زي اي زول لو مشت وتاهلت وقرت يكون كويس يا اخوان
والله الكلام ده غلط يا اخوان. والله يا اخي والله لك كلامه صح. تقرا بعد ده الدايات ده مش يقرا ولا ما يقرا يا اخي. القراءه مش مهمه يا اخي. دايه ما قاري يجيبوها كيف؟ الكلام ده غلط والله ما غلط. اي ممكن يا اخي. اي ابو لا اي شنو بصل يا اخي؟ ما انا بقول له بصل حلت ملاحي. الزول ده غلطان. انا بدك ودي لي ودي مركز صحي يا اخي. اي بدايه مدربه ما يا اخي. والله كلام زول يا اخي. انت بتجازف بحياه مؤمنين يا اخي. يا جاي شنو يا اخي؟ بخرج من صلاه ما ادري شنو. انت بدك كيف؟ انت ساعه نزل الاسلام يا اخي. شنو يا اخي؟ اي نحن امهاتنا وابهاتنا ساعه الدون كان في تدريب كان في حياه ما تكذبوا علينا زي الناس دي. اسمع كلامي. وين انت؟ كان في امراض ما في الايدز ما في امراض ثانيه. ها شوف 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 الكلام ده. كانت ما في الامراض دي لكن الامراض دي بقت متفشيه باسباب حياه كثيره جت على السودان. يعني ما بيدل اللي لزق الحياه وخش حياه سياسيه. شيل المراه توديها مركز صحي. هذا بيجي جيبها دايما من المركز الصحي. ايوه يا اخي ده الكلام الصحيح. الكلام هيا لحد سكن هاي. بارك الله فيك. المره دي جبت انا دي ولدت الحله دي كلها معلوم ما ماتوا. تكون ولدت بالصدفه جميعا معلوم ما ماتوا ولدت بالصدفه كلها صدفه. هاي بالصدفه. المره الاولى صدفه والثانيه صدفه والثالثه صدفه والرابعه صدفه كلها صدفه. ربك لطف والله. هاي علي علي باي الولادات المتعسره. دايره شنو دايره؟ متعسره ولادات زي ولادات سكينه. دايره شنو دايره شنو؟ انا بجيب لك انا بجيب لك بطاريه. ها بطاريه معقوله يا اخوانا في ولاده مرا بجيب لك دخلها شنو؟ والله دي ما عارف اي حاجه. والله دايتك دي ما عارف ايش. ها ادين مقص يا اخوان. يا اخوان المره دي ما تفضلي 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 ابراهيم. اسمعي ممكن تتاخري شويه عشان عندنا كلام دارين نقوله. ممكن تتاخري شويه عشان عندنا ما تبدي ما تبدي يا اخي. يا اخي انا 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 كلام الزول ده وكلام الزول ده يا اخي انا مقتنع بيه. مقتنع بيه شنو يا زول؟ أه. ولا دار ترتشخ ساكت يا اخي. اول مره يتولد ما شاء الله خبره يا اخي. قلنا لك يا اخي الزول انت انت في الحقيقه انا ذاتي ما ولدوني ساي كذا. ما يا اخي خبره شنو يا اخي؟ ما ربك لا طب ساكت. الزول ايش حاله؟ الطريقه دي حرام ولدنا كيف صار؟ هذا هذا يا اخي ولدونا ساي شنو يا اخي؟ من داي من الحله صار ربك لطف يا زول. الداي لازم تقرا تكون عارف. هو اسمعني هنا حرم. اسمعني يا زول ما تولد ما تولد. هاي ما اصلا ما تولد ما قانون دي ما تولد. تولد كيف؟ تولد كيف؟ غلط الكلام ده والله. روح روح يا اخي. روح روح هاي كلام مباشر. هاي تولدها كيف؟ والله يا اخي وين هي الداي ذاتها؟ الداي هذه يا زول. الداي دخلتها يا داي شغاله جوا قاعده جوا يا داي. والله ما قادر ما اعرف. تعالي في زول دايرك. دايرك الزول ده زول ما قادر يتم شغله. ها اسمع انت طلعت من وين؟ كيف من وين؟ ها شغاله ما عرفتني؟ شغاله داي. اجي يا اخواني مرتك ما ولدت انا. شهادة بتاعتك وينها؟ شهادتي شهادتي شنو؟ ما عندها بس شهادتي شنو؟ انا حبوبتي يا ام داي. امي يا ام داي وخالتي داي وجيراننا كلهم دايات. اها معقوله دايات؟ معقوله دايات ساكت كده. لنا شهاده لكن شهاده اكبر من شنطتي. دعنا الشنطه دي. دي ما شهاده. دي ما شنطه داي والله. دي ما اصلا دي ما شنطه داي. كيف؟ الشنطه دي ما حقت داي. يا زول شنطه داي. المره انا ده. انت اي انت مقتنع بهذه تقول انا انا والله يا اخي ما مقتنع بهذه المره دي تقول لي يا هتسمع الكلام ده ولا انت مقتنع بها؟ انا مقتنع بها. والله ممكن اكون مقتنع بها. انت قلت لك بدايه قانونيه. منو انت ده؟ هاي انا قلت لك بدايه قانونيه. رايك شنو؟ العلم في كل شيء يا زول. اه وانا علمنا ده كلام. الكلام ده ما واضح يا اخوان. دقيقه 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 والله ساعه الدو قانون ذاته ما في عليك. عليك اسمع اسمعني اسمعني اسمعني. أنا ولدوني ساي ما بداية قانونية هاي. ولدوك ساكت؟ ولادة الحبل. ده كان زمان الكلام، الكلام ده كان زمان، هسا أي داية لازم تقرا. عرفت كيف؟ بعدين دقيقة استنى أقول له شفت زولتك دي؟ اللي قانس وزارة الصحة. يفتحوا فيها بلاغ ويشيلوا منها كرور. دي ما شنطة يا أخي. ما بيقول ما شنطة شنطة فيها بصلة يا أخي. أنا أقول لك حاجة. أصلاً ما ممكن. أنا أقول لك حاجة. نفعانا. نفعانا. أقول لك حاجة يا محمد. الداي دكتور لو ياكل نص ساعة. ها؟ الداي دكتور لو ياكل نص ساعة. هاي مهم. هاي اول الداي دي ما ده شوف مقصها ده مقص قماش. يا اخوانا حسن. ثاني ده بلدت قماش. انا حسن مرتين متضايقة. اسمعني اسمعني اسمعوني انا حسن مرتين متضايقة. الولادة دي بولدها بالمرة دي. الولادة جاية بوديها المستشفى. انا احيا. يا اخي اسمعك عليها حاجة. لا هي لو حصلت عليه حاجه قال لك يا اخواننا نحن شنو؟ لا لو حصلت ما هي هل موجوده؟ اسعاف اسعاف سريع. المستشفى ها؟ المستشفى قريب. المستشفى قريب. شيل فوق ده ورق ده وديها كم جت لها عربيه ان شاء الله تنفذ. ما لا تجيلي عليك لكن ده حرام كده يا اخي. خلاص الكلام ده ما يجي يا اخي. انا احسن احسن معك النزله. قال لك يلا ولدتها داية زيدي. ها؟ مرتها يلا مرتها يلا يلا جارنا ده. اها ولدتها داية داية عرب زيدي ضربتها في رئاسها هنا حتى الشافع مشلول. اخير لك انت شافعك يجي مشلول ولا تجيب داية حاكم عليك الله. وريه وريه لا 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 وريه. لا انا ما برضى بهذا يا مرة امرقي 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 الزولة دي امرقي يا مرة امرقي. لا ارجع سويني ساعة. جيب من الصادق وبصلك امرقي. احرجها براك انا ما بحرجها. قوم يا امرقي
شوف لي طوبة أنا أضربها. ها؟ أجيب لك شنو؟ طوبة. يا طوبة لا مين؟ أشوف لك طوبة. أشوف شنطة شنطة. يا جماعة ده كلام يا أخوان والله ما ممكن. يا أخي مرق الزولة دي يا أخي. اسمع أديك مسدس. مسدس ليه؟ إبراهيم ما تخلي الكلام ده يا أخي. طوبة لشنو؟ ها؟ طوبة لشنو؟ أدوني طوبة. إيه ده تبني؟ والله ما أعرفه. وب عليه وب عليه يا اخواني كده دقيقه بقت في مشكله كده زي حليله جيني وجيني لما الرجال في المواعيد زي حليله كده أيه؟ امسك كده انت يا جماعه كذوب علي يا شافع قرب يا عم ابراهيم يا حمد يا حمد الداية دي بتجيب لكم الشافع مشلول يا شيخ يلا ده بنتوا هنا ضربوها هنا مشلول يا جماعه خير لكم كده في داية بتكون حوضه في مره بتكون حوضه صغير توديها المستشفى يعملوا لها عمليه يطلعوا الجنة وفي واحد تكون حوضه كويس الداية بتطلع لك الجنة لكن دي يمكن حوضه ضيق هسه بتموت المريض لا هو ذاته يا اخي يا مرة برقي الزول في المستشفى الداية في المستشفى دي تكون قانونيه مش كده نعم. لكن في الحله ساي دي لا قرت لا تعلمت لا عارف اي حاجه نحن ما ابينا لو مشت تاهلت ما عندنا مشكله معايا يا اخي ديك انت بتمشي ليها ودي بيجيك في البيت ايوه دي قاعد تقرا وتكتب الساعه تقرا وتكتب اي لكن ما قرت الكلام ده هذا اللي تقرا الجريده تقرا الجريده الولاده دي ما ماسها يا اخوان يا والله ظروفك لو بتسمح لك بانك انت تقدر توديها مستشفى ولا كده وديها لو ما بتسمح لك خليها تقلي طبيعيا لو سمحت يا ابني وتعرف انه سايع يعني وتعرف كلامك صح والله ايوه كلامك صح بيقولوا في شنو انت شنو الداية الغير قانونية قبل ما اتكلم الراجل الداية الغير قانونية عمل في كسر هنا عمل في افتكر حس في كسر حس راجل في كسر يا اخي انتوا بتخوفوا فينا والله كلامه صح يا اخي كلامه صح النزل والله كلامه صح كلامه صح لا لا واقع لا لا خير خير نزل هوي نوري والله انت حرجة مش حرجة بلاك انا ما بحرجة انا مشيت جبتها والله يلا يلا حنا استاذ يا اخي ما جبتها وديها اليوم قطعه ظن واحد من مقص ها عندنا ضايق اليوم واحد زي دي قطعه ظن خلي فيها ظن يجيب المقص قطعت عليه الولد ها شفتها نوقف في جنس شفتها الكلام ده كلام ده قطعت الكلام ده العيلين قطعت انا يا اخي قطعت انا يا اخي نبقى في جنس الكلام ده ما ممكن اصلا يا جماعه اقسم الزمن المره دي تعبانه يا جماعه ها المره دي تعبانه المره دي تعبانه بنكسب يا اخوانا اصبروا يا اخوانا لو سمحتوا هيا سمحتوا يا اخوانا يا جماعه يا فتي عبد بكر تولد برا لا لا يا جماعه يا جماعه يا هي هاي تعال عاي ما اعرف لكن دي صيدليه ولا ولد ولا بنت ولد ولا ولد مينو ولد مينو اها صيدليه هنا دي قريب ما في ما صيدليه هنا شنو ليش لي حبوب حبوب بتاع شنو؟ بس اي حبوب بس جيبه بس قول في مرق عتيت بدون حبوب اي حبوب في اي حبوب يا اخوانا ده كلام زبده اي حبوب هاي كنت بتشتري من صافي حبوب دي بتنفع دي حبوب دي حاجة شنو؟ الحاجة الزولة دي يا اخي يا اخي يا اخي والله ابراهيم قال تبالغ يا اخي ما يا شفقاني انسى شفقاني انت يا اخي شنو الحبوب حقات شنو؟ يا اخي انت سابقنا تقرا 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 شنو يا اخي؟ لا لا تقرا يا اخي ولا تقرا تولد يا اخي يا اخوانا مرة يا اخي اصلا ما ممكن دخلها مره ما اعرف اي حاجه يا اخي يا اخي ما اعرف حاجه كيف قال لك من يا اخي ما قلنا لك والله ما اعرف الزوله دي سايقه دي بس خبره سايقه شو يعني يعملوا لها شنو يعني كيف يعملوا لها شنو يمشي اهلوها يا اخي علموها تولد كيف يعلموها تشيلها تشنطه كده ما ساكت بعد ما شافوا هذوك كتاب يا اخي يا اخي تمشي تقرا برضه بعد ما شافت كده تمشي تقرا وتتاهل وتجي تقرا شنو ما ماسك الخط يا اخي في امان الله خط شنو يا اخي تفكوا يا اخي ابراهيم الحق الزوله دي يا اخي يا مره ما تمرق عليك الله يا اخي خلينا نوديها المركز يا اخي امرقي ما داري مالك انت اصبر ما ولد ولا بنت لا شهد لا قعدت تشهد هسه ما في مراحل هو شفت الشهد وتبرز صور وشنو كده والله يا كتلك والله يا كتلك والله يا كتلك والله يا كتلك يا خدر الله خليها تحصل لها حاجه لا لا يا خدر الله انت ذاتك كتلك قتل يا ما يا اخي وب علي وب عليه كله من نكون كله من ده ما قلت كلمتك انا ما قلت لك انا شغل زيدت علي ما دايره ما قلت لك انا ما دقيقه بابا تخلي الشنطه في نزيف بعد اشوف لكم دكتور ولا حاجه خلاص دكتور لا 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 قلنا شنو المساله اتطورت المساله اتطورت وكمان جابت لها نزيف كله منك انت ده يا حنا انا انا من البدايه حسنتين حسنتين منك انت ده ده حسنتين مش انت قلت لك بتاعي ده حسنتين زوجتك جرت زوجتك جرت يا ابراهيم حسنتين انا زوجتك مرقت ده حسنتين انا ده حسنت انا استنى استنى ده حسنت انا حسنتك الغلط ده جيب لي دايه الغلط غلطك جيب لي دايه اه لا جيب لك شنو يعني اسمعني وجيب لي قال جيب لي دايه يا اخي جيب دايه ما بين لكن جيب دايه قانونيه قانونيه هاي قانونيه دي قانونيه حاسس جابه دي دي ما قانونيه جابه انا ورتك انا ورتك انا ما وريتك استنى مش الحاجه مش الحاجه مش الحاجه مش الحاجه اصبر 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 مش الحاجه مش الحاجه انا ما كلمتك من البدايه انا وريتك قلت لك الزول ده الدايه جايبه دي ما قانونيه ابيت كلامي شفت كيف؟ اه فزت في النهايه الحاصل شنو ما عارفين. خش على المره شوف الحاصل شنو.
زولتك دي قامت جاري يا زول. ها؟ زولتك جرت. امش الحق امش. جرت الزولج. امش الحق. كله منك انت ده. انا عملت لك شنو؟ انت ده. ده حسن فيك انا ما قلت لك ده. انا اقول لك المركز يا اخي تقول لي الداية. اقول لك المركز تقول لي الداية. اقول له المركز يقول لي الداية. عليكم السلام. اقول له المركز يقول لي الداية. معلش اولا مثل هذا الشغلانة اللي انت بتقول فيها هي شغلانة حقيقية. اها. ودي دائرة تنشيط من الجهات المسؤولة للغورة لانه مثل هذا الشيء كلامك بيقول فيه كثير. فيجب ان يكون في توعية كاملة خاصة للغورة البعيدة لأنه مثل هذا الحالات هي كثيرة وأمثالها ودار تدريب للدايات والآن الحالة طارية الشيء الطاري ده لابد من يكون يسعفوه بالزول الموجودنا ويمكن يكون ما عندنا بهيمة عشان أتحرك بها أو أربيها أو أي حاجة يجب أن يكون الحالة الطارية دي تتلافى الداية الموجودة ويجب أن يكون في توعية للغورة لأن مثل هذا الشيء بتقوله فيه هو بكسرة شديدة فيجب أن تكون في حملة عامة أن تدرب الغرة وهال الريف لأن يفقدوا المواصلات وفاقدين التوعية وفاقدين الدراسة وفاقدين كثير يا أخوان من الحاجات دي هاي ما قصرت يجب أن يكون الناس جزاكم الله خير وحسان لهذا غناء الشروق اللي هي هسه أدى الدور الله يبارك فيك بارك الله فيك إبراهيم دقيقة استنى دار أقول لك شيء أنا بس دار أسأل الزولة دي أنا دار أسأل الأستاذة دي هاي خليها تجيني هنا أنت يا أستاذ رأيك شنو في اللي تقدم ده كويس الناس لما تكون في ولاده اللي يفترض تجي دايه قانونيه ولا دايه يجيبوها من حله ساكن؟ المفروض تجي دايه قانونيه اول حاجه ليش شنو؟ لانها هي العارفه وانها هي فاهمه هي اللي اخذت الدوره بتاعت الولاده مدربه مدربه جاهزه آه. وبعدين بعد خلال 24 ساعة المرة ما وضعت ايوه طوال تسعيف المستشفى انت قولك شنو للدايات الما مدربات الشغالات السايدين؟ ده الما المفروض يشتغلوا ذاتي المفروض يعملوا شنو؟ المفروض يودوهم دورة دي يدربون ايوه ثاني ايوه المفروض يمشوا يأهلون مش كده؟ يأهلون يجب مؤهلين يديك العافية اللي بيأهلنا منو احنا ذاتنا في وزارة الصحة وفي اسمعيها في جهة مسؤولة منهم تأهلهم لا لا الخبرة كمان أحسن من القراية دي لا لكن ما في وريها تمشي وين الزولة دي تمشي في مدارس بتاعت غابلات أيوة تخش مدارس الغابلات تتأهل هناك وتجينا بعدك مؤهلة ده زمن بضيع مساين أي حاجة عارفة المفروض أي نصيحة أي داية تكون ملمة بالقراءة والكتابة أولا وتكون عارف تكون عارف أي حاجة لأنه حسي في بعض أطفال شهاداتهم بتاعت الميلاد بتروح بعدم القراءة والكتابة لأنه داية تكون ما عارف الحاصل شنو لأنه ما عارف الحاصل ذاته أيوة. بالضبط شنو أيوة. والمغنونية ذاتها يعني قاعد تضيع كم أمهات ضاعت تحتهم يعني اديك العافية الله يبارك فيك يا سيدي الله يبارك فيك يا سيدي الله يبارك فيك شكرا لك الله يسلمك نشوف رأي ثاني يا أخواننا ها بالشباب انت رايك شنو انا اول حاجه انت كلامك صح يديك العافيه الزول المفروض ما يدخل الدايه كلام جيد ايوه يفترض تكون دايه قانونيه مش كده تكون دايه قانونيه يمشي للدكتور منو انت المفروض تسمع كلام الزول ده ما تدخل الدايه كله من ده تمشي في قياده قانونيه دايه قانونيه ايوه تمشي تجيب الدايه القانونيه ما تجيب لك مره ساكن من الشارع تدخلها في البيت ها كله من ده يا اخي ده انت حسيت تحمل غلطك وده ما غلط غلطك انت ده كان جاي متى تسمع كلامه شكرا لك كثير انت المفروض تسمع كلام الدائره القانونيه تجي الله يبارك فيك هو كله من كده امشي وين انا امشي وين يا بتاع البصل يا اخوان بتاع البصل والله امشي وين على كيفي انا يا اخوان امرك رايح الخلع اصبر ما مبروك اصبر يا زول Oh,